ما كانش مسموح لنا الخطا اليوم في هذه المباراه هذه، كان لازم علينا ان نحققوا ثلاث نقاط خاصه في المباراه الاولى من فرق الرجل البيضاوي، يعني جوج نقاط في الميدان ديالنا. كان لازم علينا ان خاصه شفنا المباراه ديال الرجل البيضاوي ضد البركانيه، كان لازم علينا نحققوا نتيجه ايجابيه باش على الاقل نبقاو في رتبه ثانيه. كنتمنى ان شاء الله المقابله هذه تعطينا واحد الحافز معنوي كبير ان شاء الله باش اننا في المباراه باقي المقابلات اننا نعرفوا كيفاش نجيريهم ونحصل على عدد كبير من النقاط باش ان شاء الله الفريق غادي يدوز للدور الثاني. خاصه المباراه الاخيره ما قدرش اننا نحصل على الايجابيه، كان شويه ديال لا شونس ما كانش في الجانب ديالنا. كنتمنى ان شاء الله كما قلت لكم باقي المقابلات اننا نضرب واحد الشكل جيد ونرفعوا ان شاء الله هذه المقابله ترفع المعنويه ديال اللاعبين ان شاء الله ونمشوا لابعد نقطه في هذه المسابقه ان شاء الله.